وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني. الاول مساء الفل على حضرتك. شيما ازاي حضرتك؟ منورنا يا كابتن احمد كالعاده. ربنا يخليك. عايزين بقى نسالك طبعا عن اختيارات القائمه، قائمه منتخبنا الوطني الاول لمواجهه سوازيلاند في المواجهتين القادمتين، وطبعا اكيد هسالك عن حراسه المرمى وانضمام محمد ابو جبل لقائمه المعسكر القادمه. والله كنا يعني في حيرة شديدة في اختيار حراس المرمى، لأن هم يعني في مجموعة كبيرة عاملين مباريات جيدة جدا. مختلفة جبل يعني في عامل عامل في صبحي ومحمد عبد المنصف وأحمد عادل عبد المنصف. صحيح. فيعني أنا بقول لهم يعني شايفين كويس جدا، والوارد جدا إن حد يبقى في موجود. يعني استمروا على بذل الجهد والشكل الجميل اللي فيه، واحنا يعني منتخب باب ومفتوح دايما. هل عامل السن يا كابتن احمد كان ليه يعني دور في الاختيار، لان غالبا محمد ابو جبل هو اصغرهم سنا؟ هي طبعا في الاستراتيجيه بتاعتنا العامه يعني انه يعني النزول بمعدل السن في المنتخب، او نعمل حسابات ال 20 22 يكون السن مناسب. لكن كل قاعده ليها استثناءات، يعني اكيد لو احنا محتاجين في مركز معين ما فيش حد كويس صغير فيه اكيد هناخد الاحسن يعني. صحيح. لكن هي الاستراتيجيه العامه فيها كده يعني، فيها برضه اكيد بنزل بمعدلات. صحيح اكيد طبعا ده اختيار موفق جدا. كابتن احمد عايزين نعرف بقى من حضرتك استعدادات منتخبنا الوطني الاول ان شاء الله للقاء القادم قصاد سوازيلاند. المعسكر يوم 8 ان شاء الله، وتمريننا هيبقى في ملعب الكليه الحربيه، والماتش طبعا هيبقى على استاد السلام. طبعا بعد المباراه مباشره الكتاب على سوازيلاند، سفريه مرهقه جدا 10 ساعات فقط. صحيح. يعني بس هيبقى في ريكفري حلو جدا للعيبه، وعشان يبقى حالتهم البدنيه بالنسبه للمباراه الثانيه ان شاء الله. واخدين برضو عدد اكبر شويه بالنسبه للاعبين، عشان يعني في عندنا كاري حامد ان يعني كل واحد عنده انذار، لا قدر الله حد ياخد انذار ثاني ولا حاجه. طبعا حجازي مش هيلعب المباراه الاولى لانه عنده انذارين. فعاملين حساب الحاجات دي كلها، واخدين يعني عدد اكبر من اللاعبين تحسبا لاي حاجه. برضه الحراس خدنا 4 حراس عشان في مباراتين، عشان لو لا قدر الله حصل اي حاجه في المباراه الاولانيه يبقى الحارس اللي هيستدعى يعني حالته النفسيه كويسه انه كان موجود. صحيح. المباراه القادمه هتكون على استاد السلام، الحضور الجماهيري هيمثل ايه للمنتخب الوطني؟ والله الحضور الجماهيري دي بقى بيخش فيها المساله الامنيه شويه، هم اللي بيحددوا الارقام ان شاء الله يسمحوا بعدد كبير. من ناحيه طبعا محتاجين مؤازره الناس، المباراتين دول مهمين جدا بالنسبه لنا للتاهل. يعني لو احنا ربنا كرمنا في المباراتين دول، وتونس مع النيجر برضه ربنا كرمه في المباراتين، يبقى كده تاهلنا يعني. ونستعد بقى لمباراة تونس بشكل جيد، عشان احنا طبعا خسرنا من تونس في المباراة الأولى. اتمنى ان شاء الله نعمل مباراة كويسة، الأول نركز في سوازيلاند، وبعدين ان شاء الله نتأهل أول المجموعة ان شاء الله لو بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله. كابتن أحمد أكيد تابعت امبارح لقاء وفاق صيف والنادي الأهلي في نص نهائي دوري أبطال أفريقيا، عايز أسألك على أداء محمد الشناوي. ده كان رائع جدا، ثابت جدا وعنده ثبات مش طبيعي. مستواه بيتطور بشكل جيد جدا من الحاله النفسيه اساسا يعني اكتر. طبعا فنيا احنا عارفينه كويس وعارفين امكانياته، لكن اللعب في المباريات الكبيره والمواجهات الكبيره اثقل. عنده الناحيه النفسيه والثبات الانفعالي، واصبح بيلعب المباريات دي وزي ما احنا بنقول كده في لغه الكوره هو سايب ايديه يعني، مش قلقان وواثق في نفسه. ودي حاجه طبعا يعني يمتاز بيها الحراس الكبار. شكرا ليك كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاول، بشكرك جدا على وقتك ووجودك معانا دايما.